إذا نرجع لحديثنا عن المنتخب الوطني، عن المنتخب الأولمبي ومشواره الافتتاحي في النهائيات الآسيوية بمواجهة فيتنام غدا بالتقرير التالي. يستهل المنتخب الأولمبي يوم غد مشواره في نهائيات أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية المقامة في قطر ضمن المجموعة الرابعة، عندما يواجه فيتنام تمام الرابعة والنصف بتوقيت الأردن. ووقع المنتخب الوطني في مجموعة قوية تضم منتخبات أستراليا والإمارات إضافة لفيتنام، وهي مجموعة من المتوقع أن تكون فيها المنافسة طوال مباريات المجموعة وأن يتم حسم بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة. وينظر منتخبنا الوطني بأهمية كبيرة لهذه المباراة وخطف النقاط الثلاثة التي ستكون بداية المشوار نحو التأهل إلى الدور الثاني، وهو ما سيجعل الأحلام تكبر بالوصول إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل الصيف المقبل، حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات. وأجرى المنتخب على مدار اليومين الماضيين تدريباته وسط اتضاح معالم التشكيلة الأساسية للمدير الفني جمال أبو عبد. الإصابات ابتعدت عن لاعبي المنتخب خلال الفترة الماضية، وهو ما رفع من الحالة المعنوية للاعبين، فيما كانت العثرة الوحيدة هي قرار الاتحاد الآسيوي إبعاد اللاعبين براء مرعي ومحمود أرياحي بسبب عدم تطابق أوراقهما الرسمية مع قواعد التسجيل في البطولات الآسيوية. من المتوقع أن يلعب المنتخب الأولمبي يوم غد بتشكيلة تضم يزيد أبو ليلى لحراسة المرمى، وعمر مناصر وعامر أبو هضيب ويوسف الأولسي وفراس شلبية لخط الدفاع، ومحمود مرضي ورجاء عايد وفادي عوض وإحسان حداد لخط الوسط، وأحمد هشام وبهاء فيصل في الهجوم. وعلى الجهة المقابلة فإن منتخب فيتنام لا يستهان به رغم أنه يعتبر الأضعف في المجموعة، ولكن من المعروف عن منتخبات شرق آسيا بسرعتهم ومهارتهم الفردية التي تصعب المهمة في بعض الأحيان على المنافسين. طبعاً من نشكر زميلنا إيهاب حسيبة على هاي اللقطات المميزة اللي زودنا فيها، وكمان على المقابلة المميزة اللي رح نستعرضها كمان شوي في الحلقة. شكراً لك إيهاب. كابتن خالد، المباراة الافتتاحية للمنتخب الأولمبي من المتوقع أنها تكون مباراة سهلة، كون منتخب فيتنام أسهل منتخبات المجموعة. يعني في البداية نتمنى التوفيق للمنتخب أنه رايح على النهائيات الآسيوية وحامل آمال وطموحات الشارع الرياضي، فإن شاء الله أنه يكون نصيبه المنافسة على المراكز المتقدمة. مباراة الافتتاح يعني حتى لو مع فيتنام وأضعف فرق المجموعة، مباراة الافتتاح بتظل صعبة نوعا ما، لأنه لسه المنتخب بعيد عن أجواء المنافسات الرسمية. فمطلوب من المنتخب في هاي المباراة أنه يحاول يدخل أجواء المنافسات بشكل يعني في الدقائق الأولى من المباراة، حتى أنه يعني يخرج من هاي المباراة بثلاث نقاط. إحنا أمام فيتنام ما في خيار غير الفوز، باعتبار أنه رايحين نلاقي الإمارات فريق ومنتخب قوي، وأستراليا ومنتخب أيضا قوي. هذول المنتخبين أعتقد هم اللي رايحين يتنافسوا مع المنتخب الوطني على نيل بطاقتي التأهل للدور الثاني. فمباراة فيتنام يعني على الورق تبدو سهلة نوعا ما، لكن في الملعب ممكن تختلف الأمور. نعم. المدرب يعني مدرب فيتنام في تصريحاته اليوم بيحكي انه عارفين انه الامكانات الفنيه والبدنيه بتميل لصالح المنتخب الاردني، لكن رايح يقاتل. ممكن لاعبين فيتنام ما يكون عليهم هذيك الضغوطات اللي على لاعبي المنتخب الوطني، فبالتالي هي ممكن تعطيهم يعني حافز ايجابي ويلعبوا براحه، وبالتالي يظهروا الاداء اللي عندهم. لكن انا بعتقد في المنطق منتخبنا خطوطه افضل، خطوطه اكمل، الجاهزيه، المباريات الودية اللي لعبها والمعسكر اللي دخلوا في الإمارات ممكن ينعكس إيجابا على هاي المباراة. وبالتالي إحنا تشكيلة المنتخب أيضا وعناصر المنتخب أغلبها يعني عناصر هجومية إحنا محتاجينها في هاي المباراة. يعني إذا بدنا نحكي عن الأمور الفنية، بتستعرضي التشكيل المتوقع للمنتخب، بتشوفي خط الوسط خط هجومي، يعني خط ضارب، يعني بوجود إحسان حداد ورجاء عايد وفادي عوض وأحمد هشام، يعني هذول ومحمود مرضي، اللاعبين كلهم عندهم نزعة هجومية. فمباراة مع فيتنام المفروض أنه أقل منا مستوى،
المفروض انه كل خبره كل الميزات الهجوميه اللي عند هذول اللاعبين نستثمرها في هاي المباراه. الامور يعني في مباراه فيتنام والمباريات الجايه بتعتمد على توظيف اللاعبين بالشكل المطلوب من قبل، ولا توجد غيابات من قبل المباراه الافتتاحيه. ما اعتقد انه راح يكون في غيابات عند المنتخب، يعني حتى يعني التشكيله عندنا بدلاء يعني موجودين، يعني لما يلعب بهاء فيصل في المقدمه عندنا تقريبا 5 لاعبين بيلعبوا في الوسط، هذول الخمس لاعبين ممكن 3 يتحولوا لمهاجمين في مباراة فيتنام. لكن يعني بدنا نكون عارفين انه في المباريات الجاية مع الامارات ومع استراليا، يعني صح هذول اللاعبين هم عندهم ميزات هجومية مش رايحين نغيرهم اكيد في المباراة الجاية، لكن الوظائف والواجبات اللي بيعطيها الكابتن لهذول اللاعبين او لعدد منهم في مباراة فيتنام اكيد تختلف عن الواجبات اللي بعطيها للاعبين في مباراة الامارات واستراليا. اكيد في واجبات دفاعية اكثر من الهجومية لما نلعب مع استراليا، لكن في مباراة فيتنام المفروض انه تكون الواجبات هجومية بشكل كبير حتى انه نحاول نوصل للمرمى في الدقائق الاولى، وبالتالي تسجيل هدف يعني بيعطي اللاعبين الراحة النفسية وبدخلهم اجواء المنافسات. نعم، هلا في نفس المجموعة راح يلعبوا الامارات واستراليا ومواجهة راح تكون قوية، ما هي النتيجة التي ممكن انها تخدم المنتخب وكيف ترى هذا اللقاء؟ يعني انا بشوف يعني ما بقدر احكي انه شو النتيجة اللي بتخدم المنتخب الا بعد اول جوله بعد ثاني جوله. لغايه الان يعني الحظوظ كلها متساويه للمنتخبات، ما في خساره للنقاط من طرف منتخبنا او المنتخبات المنافسه، فبالتالي احنا ما لازم نتطلع على مباراه الامارات واستراليا بقدر ما نتطلع على نتيجه مباراه مع فيتنام. شو الفائده لو النتيجه صبت لصالحنا واحنا خسرنا نقطتين او خسرنا 3 نقاط لا سمح الله مع فيتنام؟ المفروض احنا نخرج من مباراه فيتنام ب3 نقاط وبعدين نفكر في الجولة الثانية وبعدين نشوف شو بخدمنا في النتائج في الأدوار التالية. المهم إنه إحنا نفوز عشان نحصل 3 نقاط على فيتنام وعشان نعطي اللاعبين راحة نفسية ومعنوية على أساس يدخلوا مباراة الإمارات في 17 شهر واستراليا في 20 شهر وهم في معنويات عالية. إحنا هدفنا التأهل للمركز الأول أو الثاني، إحنا أكيد يعني الشغل اللي زرعها الكابتن جمال عند اللاعبين إنه إحنا بنبحث عن صدارة المجموعة، أكيد فيش مدرب بيقول لهم أنا بدي المركز الثاني، أكيد بده المركز الأول. فالهدف الأول التأهل، المنتخب أنا أعتقد إنه جاهز لهاي المنافسات، المفروض انه يكون جاهز، فترة اعداد يمكن شبه مثالية اخذها، المعسكرات اللي اخذها، التجانس بين اللاعبين، العناصر الموجودة كلها مؤهلة، يعني فطموحات الشارع الرياضي كلها متجهة وكل انظار الشارع الرياضي متجهة لقطر بكرة نشوف المنتخب، وايضا يعني الاداء المنتخب بكرة وفوز في 3 نقاط بخلينا كلنا شغوفين بمتابعة المنتخب وتشجيعه في المباريات التالية ان شاء الله. بيحققوا نتيجة جيدة. إذن كاميرا إكسترا تايم كانت متواجدة مع النشامة في قطر وكان لها لقاء مع محمد سمارة رئيس الوفد الأردني، بنشوفها وبنرجع. إن شاء الله مشاركتنا اليوم هي من أجل ناخذ مقعد من 3 مقاعد للأولمبياد، إن شاء الله أنه إحنا لا نقل أهمية عن أغلب المنتخبات اللي مرشحت لكل الدول، ان شاء الله بنحقق النتيجه المطلوبه اللي بيطلبها الشارع الاردني. الكابتن جمال ابو عابد يعني مستعد كويس، والشباب تعبوا لهم 4 سنين مع بعض، صح الفتره الماضيه كان الاستعداد فقط 20 يوم، بس ان شاء الله الكابتن جمال عوضه، ان شاء الله انه تكون مشاركه اللي نقدر نصل لاول مره للاولمبياد. الاستعدادات كلها على اكمل وجه، نتمنى التوفيق من عند رب العالمين، ان شاء الله بيكون لنا نصيب نكون يعني من اول 3 ان شاء الله. يعني كابتن الامال عاليه وان شاء الله تكون الروح المعنويه عاليه ويفوت المنتخب اللقاء يعني بحماس. نعم، رئيس الوفد لخص طموحات كل الاردنيين في المنتخب الاولمبي، يعني انا بعتقد اي نتيجه غير الوصول لنصف النهائي هي اخفاق للمنتخب، حتى البعض بيحكي انه حتى وصولنا لنصف النهائي مش مقبول، المفروض انه نكون منافسين من اول 3 حتى نوصل للاولمبياد.
هاي الطموحات أكيد برجعها الشارع الرياضي للفترة الماضية، الفترة الطويلة اللي سبقت تجمع المنتخب، يعني زي ما حكى سمارة 4 سنوات تجمع، معسكرات، تدريبات، التجانس، الألفة بين اللاعبين، كل هاي عوامل مفروض أنه تساعد. يعني حتى الأندية يمكن عانت من المنتخب الأولمبي، يعني وشكوا كثير من المنتخب الأولمبي أنه لاعبتهم بروح على المنتخب الأولمبي والتجمع. فكل هاي الفترة وكل هاي الصعوبات ممكن نمحيها إن شاء الله إذا المنتخب استطاع إنه يحقق إنجاز في هاي البطولة. غير هيك أنا أعتقد ممكن يعني الأندية تصير تتحفل على أي لاعب بروح على المنتخب، إذا 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 لا سمح الله أخفق المنتخب الأولمبي ممكن هاي تصير يعني حجة للأندية إنه هي المنتخب الأولمبي أعطينا 4 سنوات وما حقق نتيجة. فتأهل المنتخب الأولمبي للمراكز الأولى والمنافسة على مراكز متقدمة ممكن يخدم الكرة الأردنية في المنافسات الجاية وفي السنوات الجاية. بصير إنه فعلًا إذا أنت عديت منتخب وفرقته وجمعت لاعبي وطلعته معسكرات ومباريات ودية إنه ممكن تلاقي ناتج، وهذا اللي بقرره المنتخب الأولمبي إن شاء الله. نعم إن شاء الله. كابتن برأيك هل يجب إنه رصد مكافآت ضخمة للمنتخب الأولمبي؟ أكيد، يعني أي بطولة بتروح عليها بطولة رسمية لازم يكون في مكافآت. هاي يعني شغلة نفسية كمان يعني للاعبين وتحفيزية. لما أنت توضع يعني إحنا في عصر الاحتراف، يعني نعترف زمان كان اللاعب يلعب لأجل اللعب، لأجل تحقيق الانتصارات، لأنه بيعتبر حاله هو المستفيد الأول في هاي الإنجاز. لكن الآن يعني اللاعبين في عصر الاحتراف صاروا يطلعوا كمان للأمور المادية، صح بتطلعوا لتحقيق مراكز متقدمة، لكن كمان هذا بالمشاركة مع البحث عن فوائد المادية، وهي شغلة مهمة. فالاتحاد مطلوب منه أنه يعطي حوافز للاعبين، بس يعني أنا مرات بحتج على سياسة الاتحاد في وضع حوافز، أنه إذا أنت فزت في المباراة هي لك 5000، إذا فزت في المباراة الثانية لا، أنت بتعطيهم على التأهل للأدوار المتقدمة. يعني المنتخب الأولمبي المفروض أنه إذا أنت وصلت للدور نصف النهائي يكون لك مبلغ مثلا 10,000 لكل لاعب، إذا تأهلت للأولمبياد يكون لك 15,000. يعني لما أنت تعطي مبلغ عالي مقابل الوصول للأولمبياد أنا بعتقد شغلة إيجابية. بعدين كمان لاعبي المنتخب الأولمبي لازم يضعوا بعين الاعتبار أنهم بيلعبوا في بطولة مشاهدة الكل بتابعها، بتفيدهم في الاحتراف. أنا بعتقد كل وكلاء اللاعبين أو المدربين رايحين يرصدوا المنتخبات المشاركة في النهائيات الآسيوية، وبالتالي إذا كان في نجوم أردنيين برزوا بشكل كبير ممكن تكون فرصتهم في الاحتراف. فاللاعب كمان زي ما بيلعب للوطن كمان بيلعب لنفسه من خلال البحث عن فرصة احتراف إيجابية. صحيح. خلينا هلا نحكي عن الجماهير، والجماهير في قطر تشكل علامة فارقة. أنا جربت الجمهور الأردني والجالية الأردني في قطر لما لعب المنتخب الوطني الأول، فعلا جالية يعني مؤثرة. السفير زاهي الصمادي يعني قريب من أي وفد أردني، يعني يمكن أنا التقيت فيه مرة لما كنا في قطر، لكن بتحسي إنه شغوف يعني في خدمة المنتخبات وخدمة الوفود الأردنية. الجالية الأردنية أيضا يعني بتحسيها بتتحمل اللاعبين على كفوف الراحة، يعني بتحاول تلبي لهم أي شيء، المهم أنه يحقق الفوز. في الملعب متواجدين، عادة مباراة المنتخب الأردني مع أي منتخب حتى مع المنتخب القطري بتشوفي الجمهور الأردني عادة أكبر، فهي بتعطي إيجابية لللاعبين. فكثير من اللاعبين لما يروحوا على قطر فعلا بيشعروا أنه في جمهور يدعمهم، وهذا بحفزهم بعطيهم حافز كبير أنه يستطيعوا يحققوا نتائج نعم. إيجابية بيزيد بيرفع الروح المعنوية أكثر. طيب كابتن، هل أنت مع استبعاد لاعبي الأولمبي من لقاء مصر اللي راح يصير في نهاية الشهر؟ هي أنا قلت لك مباراة مصر اللي هي في 27 الشهر هذا يعني هي توقيتها مش مناسب. نعم. يعني حتى المنتخب الأولمبي مش عارفين وين راح يروح في هاي البطولة، فإحنا نتمنى إنه يروح لبعيد في هاي البطولة، وإذا مشى المنتخبنا لبعيد في النهايات الآسيوية صعب إنك تجيبيه وتلعبيه في المنتخب مع المنتخب الأول في مصر. لكن أنا بعتقد إنه الخامات الموجودة في المنتخب الأولمبي يجب نستفيد منها بغض النظر. نعم. يمكن لاعبي المنتخب الأولمبي عندهم جاهزية أكبر في هاي الفترة.
نعم لا حتى على المدى البعيد أنا ما بتطلع على مباراة بنغلاديش وأستراليا، أنا بتطلع على المدى البعيد. هذول اللاعبين صار لهم فترة متجانسين وكلهم مواهب كروية، وإحنا في المنتخب الأول كثير لاعبين يمكن سنة أو سنتين ممكن يعتزلوا اللعب، فالمنتخب الرديف هذا جاهز. إحنا سياستنا الخاطئة زمان ما بعرف إذا بدهم يستمروا فيها ولا لا، إنه لما تنتهي فئة عمرية خلاص بتسرح المنتخب. وين منتخب الناشئين اللي كان ما شفنا؟ وين منتخب الشباب اللي تعبنا عليه وطلع وأخفق؟ طب في لاعبين اللي تلاقي فيه اللاعبين مميزين وين راحوا؟ بدناش كمان نصير مع المنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي لعيبته متفوقين، لعيبة عندهم مهارات، عندهم حس كروي، في مواهب يعني تستحق أنه تلعب في المنتخب الأول، خاصة أنه كسبت خبرة كبيرة خلال مشاركة المنتخب الأولمبي. فما بدنا أنه نهمل هذا المنتخب، هذا المنتخب بعيد عن نتائجه في النهاية الآسيوية يجب أن نستفيد منه في المنتخب الأول. نعم، إذن بالتوفيق لنشامى الأولمبي، ونتمنى أنهم يحققوا طموح الشارع الرياضي الأردني. قبل ما نروح لنستعرض النتائج النهائية لسؤال شارك، منشوف قصة هدف. تتسم المواجهات اللي بتجمع ألمانيا وإيطاليا بالقوة والندية والإثارة لآخر ثانية من عمر هاي المباريات. بكأس العالم التقى المنتخبين بدور ال 16 بالبطولة اللي استضافها الألمان. حذر المنتخبين من إنه تهتز شباكهم خلى المباراة توصل للأشواط الإضافية. بيرلو سد التسديدة صعبة على مرمى المانشافت، وبصعوبة كبيرة تصدالها يامز ليمان وحولها لركنية. هالركنية لعبها ديل بييرو، بس دفاع ألمانيا شتتها على حدود المنطقة لا يستقبلها بيرلو، وبتمريرة ولا أروع وصلها للظهير الأيسر جروسو اللي بدوره سددها على الطاير وحط الكرة بالشبكة، وأعلن عن هدف التقدم للطليان وأضع على أمال أصحاب الأرض بالتأهل للدور الثاني بهدف خالد بذاكرة الطليان والألمان حتى يومنا هذا. Siamo sopra il banco minuto. Gol di Grosso. Ancora sull'invenzione di Pirlo. Molto bravo a trovarlo. Grande gol, grandissimo, bellissimo. Nulla da fare per Lehmann. Non la vede nemmeno partire questa palla, ma non ci sarebbe mai arrivato. Bellissimo. Teniamo ragazzi. كابتن، شو رأيك بهذا الهدف؟ أنت مع إيطاليا أو ألمانيا؟ لا، أنا بشجع المنتخب الإيطالي أكيد، يعني أنا مع البرازيل، لكن لما يلعب إيطاليا وألمانيا أكيد مع الطليان. بالنهاية بحب أشوف يعني أهداف زي هيك بغض النظر مين اللي يفوز، بحب أشوف كرة جميلة، كرة حلوة زي الهدف هذا. أكيد حتى يعني لو الألمان جابوا هذا الهدف بكون مبسوط، نحب نشوف جمال في الكرة الأوروبية أكيد. نعم، إذن خلونا نستعرض النتائج النهائية لسؤال شارك. سؤالنا كان بيقول: ما هي توقعاتكم لمباراة المنتخب الأولمبي وفيتنام؟ فوز الأردن 70%، فوز فيتنام 15%، والتعادل 15%. يعني لسات النسبة عالية، وإن شاء الله الفوز لمنتخبنا الأولمبي. إن شاء الله إنه بكرة نشوف الفوز إن شاء الله. بدي أشكر حضورك معنا الليلة كابتن، نورتنا. شكراً. أهلاً. شكراً.